السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. مانا تقول الجعب بانغال إمر ده قم إنال هدي رارك والله هدي النت أنجيم. نعم الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب. مانا قم إنال هدي راره نماري دار نجتاتي. الأول العلم أن تؤمن أن الله عالم كل شيء ولا أخفى عليه شيء. أرانون إنجيا قم إنال هدي راره في اللي تأونما الله هو عندي كلهود. الثاني الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لأن تقوم الساعة فكل شيء مكتوب. ديمون يقوم ينقول هو الدراري في اللي تا في بقى وندم الله ويندي كلا هوني ويامري كلا ما نقول يوم ويندو نقول ويندي كلا هوني. الثالث المشيئة أن للعبد مشيئة وإرادة. تقول أنا بعد الدرس أريد أذهب إلى الحرم مثلا أصلي. شاء الله أن تذهب تذهب، شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. تامون دون غومدين غول انغول هود غومدين هود ديروري وني هاجي الله من الله هاجي اندو هاغا سي ديمودو نيت جيا دون ماري كانيو كاري هاجي ماكو مانا هيمو واوي ود هوند ايمور نبلي ماكو مو اتشدو واي هو اتشدو هوند كاري ايمور نبلي ماكو غوتو علاكو فورسي مو هوند. الرابع اعمال العباد مخلوقه كالعباد. مانا نايبون غومدين غول هود ديروري اندا وني غول جياريو جيارون دونكو تاغو الله وراد تاغو الله سبحانه وتعالى. ماذا اصنع جون نون سيتا وانا عندي نون جون كون او ودا ما جيادوم. اؤمن بهذه المراتب الاربعه. اي ما جيت نايفو غوم دينال دومي غوم دي فو ماجي. احسن الظن في الله في ان الله اختارني بان اكون من اهل السعاده. نسال الله من فضل الجميع. جون اما فيلتا غوم دينا وندم الله سبحانه وتعالى وسوبيكما وديما امود يمبه موجوبه ترود الله سبحانه وتعالى بيدنت ما بورال ماكونغال. ولا اسلك طريق الشقاء من جوكتا لا ول بين مالك حسابي. وادعو الله سبحانه وتعالى جنبني هذا الطريق وان يوفقني الى سلوك الطريق المستقيم. ترى الله سبحانه وتعالى ان و انت ما لا ول مالك حسابي ان او هاو انت ما امر لا ول مالا بين يبا ما قول. واعمل بعمل اهل السعاده. اسال الله يجعلني منهم والله اعلم. ان انت ينتا ان قول الله و ان دوتم ايغا كو بيتوم هوندوم ودا لا ول غومبينا غول بين مالو بغول بغول تا موجي دي غولا غول جوكا دي غول دي غولا دي انكاتي والله.